مساء الخير. العالم كل يوم بتطور والمجتمعات كل يوم بتتطور بتطور التكنولوجيا، والإعلام مثل باقي التخصصات، كل يوم في دراسات، كل يوم في أبحاث وتطور في أدواته وشكله ونمطية مخرجاته حتى يحقق التأثير المطلوب. ولكن بالأردن في عنا شغلة غريبة صدقا أنا مش قادر أستوعبها. يعني أنا بعرف في دول العالم المتقدم كل سنة بيصير مراجعة دورية للمناهج التعليمية في المدارس والجامعات، وبتتحدث بحسب التطور العلمي والتكنولوجي والاجتماعي حتى يقدر الطالب يواكب تطورات العصر في اختصاصه. بس إن المناهج الجامعية يا دوبك كل وين وين حتى يعملوا لها مراجعات. على سبيل المثال بدي أحكي الليلة عن المناهج الجامعية لطلبة كليات الصحافة والإعلام في مرحلة البكالوريوس. ومن المعروف إنه طالب الإعلام بالجامعة بدرس 132 ساعة. ال 132 ساعة أكثر من 90% من المناهج اللي بدرسها نظري، ومعظم مضامين هاي المناهج مرتبطة بتاريخ نشأة الإعلام والاتصال، مين اللي اخترع التلفزيون، مين اللي اخترع الراديو، وسواليف تاريخ علم الاتصال اللي ما بيستفيد منها الطالب إلا تعب البال وبصيبه مغص بالدماغ من وراها. بنفس الوقت هذا الجيل لو في جامعة كلفت خاطرها وعملت دراسة على نمطية سلوك الطلبة وتفكيرهم كان طلعت بنتيجة إنه هذا جيل رقمي عاش وتربى على الموبايل وعلى الإنترنت وعلى الأدوات الرقمية. يعني سلافة السرد التاريخي في المناهج لنشأة الاتصال والصحافة والإعلام اللي قبل مليون سنة ما راح تفيده ولا راح يستقبلها أصلاً. فلو إيش إذا ندرسه هاي المناهج وإحنا عارفين إنه ما راح يستفيد منها شيء في حياته العملية؟ علم ومهنة الإعلام تطور بتطور التكنولوجيا وثورتها الرقمية، والعالم كله اتجه للإعلام الرقمي شكلا ومضمون لأنه الجماهير هيك حاجتها أصلا. هذا الموضوع مش من عندي أنا جايبه، هاي مراكز الدراسات والأبحاث العالمية وأعظم الجامعات في العالم قدامكم، روحوا شوفوا شو بحكوا عن مسألة الثورة الرقمية في المشهد الإعلامي. بعض الجامعات عنا بادرت وعملت قسم للإعلام الرقمي وأخذت ترخيص من هيئة الاعتماد في التعليم العالي. انبسطنا وقلنا الحمد لله هيك الأمور صارت تمام. بعد فترة بنكتشف إنه المناهج بعد ما طلعنا عليها اللي بدرسوها للإعلام الرقمي معظمها مأخوذة من تخصص الصحافة وتخصص الإذاعة والتلفزيون. مادتين أو ثلاثة بس اللي بيحكوا عن الإعلام الرقمي مثل صحافة البيانات وصحافة الموبايل، ومش مناهج كاملة كمان، يا دوبك مداخل يعني. طيب التعليم العالي مع كل الاحترام يعني كيف بيعتمد تخصص 80% من مساقاته ما لهاش دخل فيه؟ يعني شو استفاد الطالب هيك؟ هذا لو درس صحافة أريح له، ولا هي السلافة كرتونة إعلام رقمي وخلص بدون حشوة؟ والسلافة اللي أمر من هيك، وخلينا نكون صريحين مع بعض، بعض الهيئات التدريسية لا يصلح لتدريس مادة مواد الإعلام الرقمي، يعني بتلاقيه بروفيسور بالصحافة والإعلام المطبوع والإلكتروني. أما الرقمي فهذا مش اختصاصه، يعني كيف أنت بتعطيه رخصة أو كيف تنزل له مادة ضمن خطته بأنه يدرس مواد الإعلام الرقمي؟ يعني شو ذنب الطالب بهيك حالة؟ يا جماعة الخير، الإعلام الرقمي في فلسفته ونمطيته لازم يكون 90% من مناهجه عملية. لما أقول عملية يعني مختبرات، يعني استوديوهات قدام شاشات كمبيوتر، صناعة انفوغرافيك، فيديو جرافيك، مونيتيرينج، تحرير عملي، صحافة بيانات، إعداد تقارير رقمية، تحاليل إحصائية، استقصاء وتنقيح رقم. يعني من الآخر لازم لجنة تطوير المناهج الجامعية تعمل مسوحات وتعمل لجنة تبتعث مجموعة من أساتذة الإعلام على الجامعات في دول العالم المتقدم، طلعوا على المناهج وأنماط التدريس والمختبرات ويرجعوا علينا ساعتها يعملوا على تطوير المناهج الإعلامية والمختبرات وحتى نمطية التدريس يطوروها. مع ذلك لازم يضيفوا كمان أعضاء من نقاب الصحفيين في هاي اللجنة، لأنه نقاب الصحفيين تضم خيرات الخيرة من الممارسين للإعلام الرقمي، ويكون في خبراء كمان التطور التكنولوجي والرقمي باللجنة. ولا كيف بدنا ننجح عمليات التحول الرقمي والرقمنة لوسائل الإعلام المحلية إذا ما خرجنا من الجامعات جيل رقمي تطبيقي؟ مش هيك الحكومة بتظلها تنادي كل يوم التحول الرقمي ورقمنة الإعلام؟ طيب ما دام بدكم ترقمنوا الإعلام المفروض يكون في مناهج إعلامية رقمية محدثة وهيئات تدريسية متخصصة بالإعلام الرقمي حتى نقدر نشبه احتياجات سوق العمل من هذا التخصص، مش هيك الموائمة؟ يا سيدي أنا ما بدي منكم تجاوبوني الآن، فكروا بكلامي أسبوع وبعديها راح تلاقوا أنه كلامي أنا صحيح، وبتمنى أنه تم تطوير المناهج الموجودة حالياً في كليات الإعلام اللي بتدرس التاريخ وبتدرس نشأة الاتصال في الوقت اللي يتشعب الإعلام الرقمي في كافة دول العالم الحديث والعالم المتقدم. سلام عليكم.